يقول حفظك الله، فهل استخدام هذه القصة في حجية النبوة صحيح أم لا؟ ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة هو حجة في البلاغ، أنه بلغ صلى الله عليه وسلم، اللي يحتج به على البلاغ، أنه ما كتم شيئا من القرآن، بل بلغ الناس هذا القرآن، بلغهم ما أنزل إليه من ربه. وفي هذا رد على الشيعة اللي يقولون أن الرسول كتم علما ولم يفضه إلا لعلي فقط، كتم العلم عن غيره ولم يفضي به إلا إلى علي بن أبي طالب. وعلي رضي الله عنه يقول ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، حلف بالله الذي خلق الحب والنوى، ما خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون إخوانهم. نعم.